ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. ينزل الملائكة، ربنا عز وجل ينزل الملائكة بالروح. الروح اللي هو إيه؟ الوحي. أحسنت. يبقى الروح هنا بمعنى الوحي. وليه الوحي اسمه روح؟ لأن الوحي فيه حياة للقلوب، كأنه بيحيي قلبك. القرآن وحي والسنة وحي، تحيي القلوب. يبقى ما تجيش تقول أنا قلبي قاسي، أنا قلبي مش عارف إيه، اقرأ قرآن. إلجأ للوحي، إلجأ للقرآن، إلجأ للسنة. وعشان كده يا أخواننا في دعوتنا لله لازم نركز في الكتاب والسنة، مش في المواقف الشخصية وفي مش عارف إيه وأفكارنا ووجهات نظرنا. لازم نتعلم ديننا من الوحي. النهاردة كثير برضو من الفيديوهات على السوشيال ميديا ما تلاقيش فيها تعليم لا تفسير، ولا تلاقي فيها شرح للأحاديث، كلها أو كثير منها وجهات نظر ورؤيته في الحياة ومواقف حصلت له. الكلام ده لا يثمر إيمانا. العيد يثمر الإيمان هو الوحي. اعكف على القرآن وافهم القرآن وتدبر القرآن، امسك رياض الصالحين الحديث وشرحه، خد الكلام من كلام العلماء. طب يا شيخ، هو الغفلة يستحق فيها الخلوص في النار؟ لا، الغفلة لا. وكانوا عن آياتنا غافلين. غافلين إلى حد الكفر، إنما الغفلة اللي هو غافل عن التدين وعن الالتزام ده مش كفر. مش مشكلة ما دام ميت على الإيمان والتوحيد، دي أهم حاجة عشان قضية الخلود دي. غافل، قاتل، سارق، مرتكب الكبائر، فاسق، كل ده لا يخلد به في النار كما هو معتقد أهل السنة والجماعة. ياخد نصيبه وقد يغفر الله له بدون ما يدخل النار حتى لو ما تبش، بس دي مش مضمونة، بس كقاعدة خد بالك إن الشيطان ممكن يوئسك من رحمة الله، فلازم تقول له لا، مت على التوحيد بفضل أنا على خير. وكل مسلم فيه خير لمبدأ التوحيد والإيمان الذي عنده. ولذلك المسلم لا يكون كامل الشر، كامل الشر هو الكافر فقط. المسلم اللي بيسرق ويشرب الخمر لسه في خير لأنه لسه على الإسلام. نعم؟ لا، ما هو الناس بتتفاوت في العذاب قد ايه بقى حسب اعمالك، لكن انت في حياتك ما ينبغيش اللي انت تقول شويه نار ونخرج. لا، انا مش عايز اقرب من النار، مش قد النار، اتعامل مع ربنا كده. انا طموحي لا امر على النار، عايز اكون من الناس الذين لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات انفسهم خالدون. فاقعد تقول بقى ما شويه نار في الهوى. لا، إنها ترمي بشرر كالقصر. الشرار قد جاء المسجد اللي احنا قاعدين فيه. من يملك طاقة على النار؟ دايما تعامل ربنا أنا العبد الضعيف، مش بأعمالي، برحمتك يا رب، بس تسعى في ذلك، مش تصر على المعاصي وتقول رحمتك يا رب. لا، تتوب وتقع وتتوب وتقع طمعان في رحمة ربنا. يبقى الروح يعني الوحي. يبقى ربنا ينزل الملائكة، يعني معنى كده ان في ملائكة مخصوصة بالوحي، وعلى رأسهم مين؟ سيدنا جبريل عليه السلام. على من يشاء من عباده، لأن النبوة اصطفاء، يعني النبوة ربنا بيختار مش بالمجهود، يعني مش تجتهد شوية تبقى نبي، ما ينفعش. النبوة اصطفاء من الله على أناس اصطفاهم، تقدرش توصل لهذه المرتبة أبدا. وطبعا خير الاولياء هم الانبياء، لان في بدع عند بعض الصوفيه يقول لك الاولياء افضل من الانبياء، ويجيبوا قصه الخضر وموسى يقول لك الخضر كان افضل. ابدا، بالاجماع موسى افضل من الخضر، انما خص الخضر ببعض الاشياء التي لم يكن يعلمها موسى عليه السلام، بس عشان درس يتعلمه سيدنا موسى.
كونه مش عارف كون ان الخضر يعرف شوية اشياء عن لا يعرفها موسى ده مش دليل على الافضلية، بل سيدنا موسى افضل من الخضر بالاجماع. لكن بعض الناس اللي بتحب ايه تفلسف المواضيع بيقولك الاولياء افضل من الانبياء، وده كلام باطل جدا، كلام مخالف للعقيدة. خير الناس الانبياء ثم الاولياء بقى اللي هما منهم الصديقين ومنهم الشهداء ومنهم الصالحين. كل مسلم ولي على فكرة، كل مسلم من كان لله تقيا كان لله وليا. الاولياء دول مش ناس كده معينين، امنت بالله واتقيت ربنا انت من الاولياء. بس بقى درجات الاولياء مختلفة، يعني انا ممكن ابقى ولي وانت تبقى ولي، النبي نبي لا، النبي دول خلاص تحددوا وتعرفوا، انما الاولياء ممكن كلنا نبقى اولياء مع التفاوت في الدرجات. محدش يقول لي الولي افضل من النبي، ده كلام باطل. ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من عباده ان انذروا. قلت لنا انذروا تاني اهو، الفرق بين الانذار والابلاغ. ابلاغ مفهومة، انذار ابلاغ مع تخويف. يبقى من دور الدعاء تخويف الناس بأدلة الشرع، لأن التخويف له عامل في توبته من المعاصي والرجوع إلى الله عز وجل. إنما نقعد نقول لك أنت حلو أنت كويس تخش الجنة هيفضل على المعاصي، يبقى تخويف مع ترغيب. أنه لا إله إلا أنا، وكلمة لا إله إلا الله أو لا إله إلا أنا يعني لا معبود بحق إلا الله. يبقى كل دعوة الرسل كانت منصبة على المبدأ ده، عبادة الله وعدم الإشراك به شيئا، ده الأساس. مش مجرد إقرار إن ربنا خالق رازق. أبو جهل كان عارف إن ربنا خالق رازق، ولو النبي محمد جه بهذه الدعوة كل الناس هتآمن به، من الخالق الله من الرازق الله، طب سلام عليك. ما كانش دي المشكلة اللي بين النبي وبين المشركين، المشكلة اللي هو قال لهم وحدوا الله في العبادة، قالوا له لا احنا بنجعل وسائط وشفعاء واصنام واوثان، هو ده المحك اللي حصل بين الصراع بين النبي والمشركين. انما مجرد الخالق الرازق المدبر ربنا، المشركين كانوا عارفين كده، ولئن سالتهم من خلقهم لا يقولون الله. فدعوه الرسل مش اقرار بربوبيه الله، ده شيء في الفطر كل الناس عارفه، انما هو ان يعبد الله ولا يشرك به شيء. ولسه شايفين فيديو قريب، واحدة على جدران ضريح السيد البدوي بتتضرع بكل خشوع وتقول له اشفي لي ابني يا شيخ البلد، وعمالة تمسح كده، انا شايف الفيديو وعمالة تتمسح، ساي عليك النبي اشفي لي ابني يا شيخ البلد، وعمالة تتضرع. هو ده عبادة، هي عملت عبدة البدوي، اللحظة دي عبدة البدوي، طلبت منه ما لا يقدر عليه إلا الله. حتى الآن ولسه يعني ما فيش، حتى الآن نحصل الشرك اللي الأنبياء كلهم أجمعوا أو اتفقوا على التحذير منه للأسف الشديد بسبب ضعف الاعتقاد في القلوب.